سبيل الله، أو ينفق على أهل بيته، أو ينفق في سبيل الله على ذريته أو على أصحابه في سبيل الله، كانوا أحق عليك أنفسهم على أهل بيتك، ذريته وأصحابه اللي هي تجهيز الجيش، والصحابة اللي هي تجهيز المقاتلين، كان أحق عليك. فهذه أمانة في العلم، من أكرمنا فهو كريم، ومن أهاننا فهو لئيم. وذلك الرجل الصالح، جاء رجل إلى سيدنا علي بن أبي طالب، قال له: لمن أزوج ابنتي يا أمير المؤمنين؟ قال: زوجها لمن يتقي الله، لمن يتقي الله، لمن يتقي الله، لئن أحبها أحسن إليها وإن أبغضها فلم يرضها. هذا بيتقي الله، أحبها أحسن إليها وإن أبغضها فلم يرضها. وذلك الرجل الصالح الذي قال: يا أبنائي، لقد أحسنت إليكم وأنتم كبارا، وأحسنت إليكم وأنتم صغارا، وأحسنت إليكم قبل أن تولد. يقول: يا أبتاه، كيف أحسنت إلينا قبل أن تولد؟ يقول: لقد اخترت لكم أما نقية، نقية مرضاة ومرضية، تصوم شهرها وتقوم فرضها، ونحن اخترنا لك هذه البنت إن شاء الله تعالى اللي بتقوم شهرها وتصوم فرضها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لما فيه الخير، ويجدكم الذرية الصالحة، وأن يجدكم بعد الموافقة من الأمور الطيبة. نسأل الله سبحانه وتعالى من التوفيق لما جئنا إليه. ونطلب منك أخونا أبو حمزة يعني المطر فينا يعطيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى تكون الموافقة. وشكرا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعر أشرق وجهه وتهللا، وترقصت بنجومكم رتب العلا، والشطر في ديوانه متبسم، والقهوة الصفاء دارت هولا، والقلب ذي نبضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا. يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا، ويأتي بعضه متمهلا متمهلا، يختار أفضل حلة يكسو بها الألفاظ حرفا أجملا. كلمة الرد تكون للابن العم الأستاذ المربى الفاضل محمد شكيل الأستاذ أبو سلطان، فليتفضل. مكانك بقول محلك، بدي المواقع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقودي باسمي نيابة عن أشرف الأستاذ، قدم منكم للترحيب الجميل، أهلا وسهلا بكم هذه الحيرواني، وكل من جاء بطرفكم معكم كلهم باسمه ومسمى وبما يرغب ويختار، فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله. في هذا اليوم المبارك سيد الأيام الجمعة، وهذه اللحظات السعيدة مع هذا المساء الطيب، وما زلنا في أيام الحج، في أيام الحج أيام مباركة، فالزواج ونحن بصدده أثني على كلمة الأخ الفاضل الجاهل، وأرد عليها بكلمة الزواج: الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آيات الله، جعل الزواج آية من آيات الله بقوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله الذي جعل من الزواج سنة من سنن الرسول الأمين بقوله تعالى: تناكحوا تكاثروا تباهي بكم الأمور يوم القيامة إن شاء الله. الحمد لله الذي جعل من الزواج وسيلة للتعارف والتآلف والغنى والمحبة بقوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلولا الزواج لما عرفنا الحلوان. فيا هلا بكم ويا مرحبا، فبالزواج تصان الأعراض وتحفظ الأنساب من الدنس، كما يميز المجتمع المسلم عن غير المجتمعات الأرض قاطبة. الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام، أحل الزواج والنكاح وحرم الزنا والسفاح. الحمد لله على نعمة الله، فالزواج مبارك إن شاء الله، أيده السماء وباركه الأرض، وشجع نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم على الزواج بقوله: يا معشر الشباب
من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم